علي علي يا علي يا علي علي. ماما سيبيني انام عشان تعبانه. ماما قوم يا علي قوم عشان انا عايزه افطر. ما تفطر يا ماما، حد حيشك؟ مفيش حد يحضر لي الفطار. الطبيعي يا ماما ان الام بتحضر الفطار لابنها، مش شايفه ان ده وضع غريب شويه؟ ده كان زمان يا حبيبي وانت صغير، دلوقتي انت اللي تقوم تحضر لي الفطار. ثم ان مفيش حد في البيت هنا عشان يحضرهولي، ولادك راحوا المدرسه وانجي راحت الشغل. وانا تعبان وانا جعانه وانا مالي يا ماما؟ انت سايبه الشاحن اللي عندك فوق ديت علشان خاطر تيجي تساعديني في طلبات ايجي، ولا عشان اساعدك انتوا الاثنين؟ الله، معقول يعني انت عايزني اسيبك هنا واطلع اقعد فوق عشان ترتاحي وارتاح انا شويه؟ ما يصحش يا علي، ثم ان ابو انجي. ماما مش قلنا نبطل شتيمه بقى لو سمحتي؟ يا ولد شتيمه ايه؟ انا عايزه اقول لك ان ابو انجي لما يجي هيتضايق جدا لما يلاقيني انا مش موجوده بساعد انجي في حملها. الحمد لله هي جت من عند ربنا. قوم بقى عشان تفتح الباب. يعني لما قلتلكيش ان انا تعبان كنت عملت ايه يا ماما؟ اقوم افتح الباب كمان؟ كنت هسيب اللي يرن يرن. يلا يلا حبيب. بقول لك ايه ماما، انت بقيتي عنيفه فحت. ايوه ما انا بلعب كاراتيه في النادي دلوقتي. انت وانت بتفتح الباب تعدي على المطبخ وتحضر لي الفطار، فاهم ولا لا؟ صبرني يا رب. يلا فطار وغدا وعشاء يا ماما، ده انت لو في فندق 5 نجوم مش هتعملي كده. طيب يلا على الباب. اهلا يا عمي، الحمد لله على السلامه، نورت. سلامتك انت يا علي، انجي قالت لي ان انت تعبان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف لمزق عليك يا استاذ علي، الف سلامه، زعلت عليك والله العظيم. كويس انك جبت لوحدك يا عم عشان تبقى خفيف على الطريق. صباح الخير على احلى استاذ انجي. اهلا، صباح الفل يا تيتو. صباح الفل. اجيب لك حاجه تشربيها دلوقتي ولا نستنى الاستاذه كاميليا لما تيجي؟ لا لا استنى كاميليا، ايه دي راحت مشوار وهتتاخر. انا جعانه جعانه قوي يا تيتو. امور يا استاذه، تحب تفطري ايه؟ هقول لك بقى يا سيدي، عايزه كيلو سليزون، وعايزه جبنه كشكافال، وعايزه اكتب يا تيتو، معاك ورقه وقلم؟ معاي. اكتب الليسته طويله. عايزه سليزون، وعايزه جبنه كشكافال، وجبنه بارميجان، وعايزه بيبروني. بيبرونة لسه بدري يا استاذه، دي للبيبي لسه لما تولدي ان شاء الله. بيبرونه ايه للبيبي؟ لا ده زي كده لانش. هات لانش لانشون يا تيتو. خلاص، وعايزه جبنه رومي، جبنه بيضة، وفي جبنه السوداني اللي بشعري دي. اي انا جاي الحمل معايا بجبن بقى. ها وايه تاني؟ عصير جريب فروت، واللبن، اللبن مهم قوي علشان الكالسيوم للبيبي. ها يلا يا تيتو روح. مستني ايه يا تيتو؟ حاضر يا استاذ حاضر. معلش يا تيتو، وما تنساش السلامي. ها الله يسلمك يا استاذه، الله يسلمك. في حاجه تاني؟ لا شكرا يا تيتو. تيتو معلش، هات لي الاستاذ سامح ده مع الفطار الغريب العجيب اللي انت طالباه برضو. استظرف استظرف يا تيتو. ناقص تقول لي اجيب لك سامح بسلطاته. يلا يا تيتو بسرعة. حاضر حاضر. الأستاذ سامح من الجنة. إيه ده؟ عجيبة. صباح الفل يا إنجي. أهلا، إزيك يا سموحة؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. تيتو قال لي إن أنت عايزاني. أنا عايزاك يا سامح. خير؟ أنت عارف يا سامح إن أنا يعني حامل وتقلانة كده اليومين دول، وأنا كنت عصفورة عصفورة الأول. طبعًا طبعًا. بس معلش عايزاك تجيب لي شوية طلبات كده ممكن؟ من عينيا. ربنا يخليك، تسلم عينيك. يعني بص، في الراجل اللي هو على اول صلاح سالم كده، هتجيب منه الحاجات دي. الراجل ده بقى اللي جنبه من ناحية الشمال، هتجيب لي منه الليستة دي. لا لا ده فرانشيت الباك، لا ده بعيد. لا وده فرامسيس. طب بص ده بقى اللي جنبه برضو بس الناحية اليمين مش الشمال. مش الشمال. هتجيب منه الليستة دي، حاجات بسيطة كلها. طب تأمري بحاجة تاني؟ لا ربنا يخليك. لا خلي خلي كمان اخلي. خلي. معقولة يا سامح في جمالك؟ والله انت قمر. ربنا قمر يا سامح، ربنا يخليك ليا يا سامح. تبريم اي حاجة تاني؟ ايه الحلاوة دي؟
تأمريني والضحكة من هنا لهنا بعد المرمطة اللي هتتمرمطها. أنا بصراحة لما بشوفك ببتسم على طول. أنت قمر يا سامح بجد. ربنا يخليكي. وليك عندي عروسة. يا رب يخليك بجد. إن شاء الله إن شاء الله أوعدك. يا رب يخليكي. غير اللي فاتت المرة اللي فاتت شفت أنت حصل إزاي. معلش معلش. طب أجيب لك ليمون. لا إيه يا سامح؟ بتقول ليمون في وشي كده أنا الحموضة بتتعبني. معلش معلش. طيب. خلاص روح يا سامح. طيب روح. ماشي ماشي. روح ربنا يبارك لك. والله غلبان بس كنت هرجع. ليمون. نشوف بقى مين المقال يا استاذه. محمد جيت في ميعاد. مقال ايه ده؟ خلاص ده هيتنشر على طول بس انت جيت في ميعادك. ايه ده؟ كويس والله، كويس ان في حد غيري في الجرنان. ازاي بتقول كده يا استاذ جميل؟ طبعا موجوده في الجرنان. انت عارفني يا استاذ جميل، العمل عباده، انا مش ممكن اسيب مكتبي ابدا تحت اي ظرف من الظروف. يا سلام عليك يا انجي، لو كل الناس بتحب شغلها زيك كده. تصوري يا انجي، بمر على الجرنان كله ما لقيتش بني ادم واحد، لا محررين ولا سعاة. انا مش فاهم راحوا فين دول. ايه يكونش الجرنان سرق؟ لا اتسرق ايه بقى؟ هيك ما تقلقش، هما زمانهم جايين في السكه، يعني المشوار مش بعيد. نعم يعني انت عارفه هما راحوا فين؟ يعني كلها مشاوير قريبه من هنا، انت عارف يا استاذ جميل، يعني انا تقلت كده بعد الحمل وما بقتش العصفوره الخفيفه بتاعت زمان دي، فيعني بعدت شويه منهم كده يجيبوا لي شويه حاجات وزمانهم رجع. شويه منهم؟ ده ما فيش بني ادم واحد في الجرنان. لا مش للدرجة دي، ما تقفورش يعني يا استاذ جميل، ده هم يا دوبك 40 زميل اللي بعتهم مشاوير، يعني بس زمانهم جايين. حضرتك تحب تشرب ايه؟ اشرب ايه؟ سلام. لا هو انت خليتي بني ادم واحد يجيب لنا حاجه نشربها؟ انا مش فاهم. إيه يا استاذ جميل، قوم انت اعمل لنا حاجه نشربها. نعم. لا مش قصدي خالص، ده انا بص عندنا واحد هنا على اول الشارع بتاع عصير، انما هايل، تحب اطلب لك فخفخينه؟ فخفخينه؟ يعني بعت الموظفين يقضوا لك حاجاتك ورئيس التحرير قاعد معاك يشرب فخفخينه؟ افرضي بقى رئيس مجلس الاداره عدى علينا اقول له ايه؟ لا ما تقلقش، ده مشوار وابعد بكتير، ما انا قلت بقى معايا سواق بعربيه فبعته لابعد مشوار. حتى رئيس مجلس الاداره بعت مشوار؟ امال مين اللي هيطلع الجرنان؟ في ايه يا استاذ جميل؟ الجرنان بيطلع كل يوم كده كده، انما انا مش هحمل كل يوم، يعني لازم تقفوا جنبي. ها تحب تشرب ايه؟ فخفخينه؟ لا موز باللبن. حاضر يا اختي، حاضر موز باللبن، يعني حاضر من عينيا موز باللبن. تعملي ايه؟ ايه بطلب موز باللبن، بلاش موز باللبن، فخفخينه.